السلام عليكم مشاهدين، أنا درت هنا قبيطة ديال الملح، نص كاس تاع الجلجلان، وميتين غرام ديال الزبدة. الجلجلان حمرته شوية، ماشي تحمر كاع، غير شوية تكرمل. ومبروك عليكم هاد العواشر، عيد نبوي، عيد مبارك سعيد. هاني درت هنايا زلافه ديال السكر، السكر داك الرقيق ماشي السنيده ديك غليظه. انا ندير هنايا زلافه ديال الزيت، ما عامرش بزاف. نبقى نخلط فيه بحال هكايا، نخلطو حتى يتخلط ليا هادشي يتقاد مزيان، دوب السنيدة مع هاي. درت واحد الفانيا هنا، وربعات البيضات، عير صغار ماشي كبار. الا كانوا كبار ديروا عير جوج ولا ثلاثه. انا دابا عندي البيض صغير، درت اربعه البيضات. وراه في الاخر تبارك الله نقول لكم شحال خرجت لي من حبه. هاني ندير معاكم الدقيق، الدقيق على حسب الخليط، ما نعبرش، نجمع هاي الخمارة درت جوج خمارات. واحد شوية بحال درت جوج خمارات ونص. غير نجمعها بحال هكا وصافي بدون ديلك. ها هي درت لها هاد المرشه مع العجينه ديالها، كي جات تجي شويه
قاصحه ما مطلوقه شوي. هاد المرشم راه قديم وباقي عندي انا، راه كون راه عندي دابا شي 8 سنوات هاد المرشم هو عندي، وباقي مازال زوين. ندير به هاد الحلوه دائما بحال كيكو، كتجيني ساهله. كنطبع بها بحال كيكايا العجينه، كندير كويرات كنطبع بها بهاد المرشم بحال كيكايا، يجي فن وزال. ندهنو بالزيت ونديرو في السنيده، وكنضغط على الكويره وكتجي زوينه. ايوا ها هي سيادي، ها هي الحلوه درت معاكم. درت فيها 4 اشكال، درت هاد درتها بحال كيكايا بهذا، خليتها كيكاك، درتها بالسنيده وخليتها كاك. الاخرى درتها في السكر كلاصي، والاخرى جات كي صابلي. وحده درتها في الشوكولاط والكوك، وحده درتها في هذاك، في خليت عهكاك. ايوا نيك راه جابت تبارك الله، راه كره جابت شي 100 حبه، حسبتها 100 حبه. هذه في السكر كلاصي، او هذيك اخرى في هذاك في الشوكولاته والكوك. درتها كي صابلي، درتها بهذاك لعيبة ديال كتجي غزالة هشيشة. كيجي في وسط هداك الجلجلان كيجي بحال مقرفش زوين، كتعودي تعضي فيه كتعاود تحسي بيه بحال كيكا، كيتكل بين سنانك زوين. تيعجبني انا في هاد الحلوه، القهوه مع السكر كلاصي زوينه. وعادي راه خوتي وجربوها على حسابي، جربوها وجاتكم زوينه كتبوها عليا، جاتكم خايبه كتبوها عليا بالتعليقات ديالكم زوينين. ايوا كنتمنى لكم عواشر مبروكة وبالصحة والراحة.